صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: متى يكون تخليل شعر اللحية بالماء؟ وهل يجوز تخليلها في نهاية الوضوء إذا نسي تخليلها؟ لا، خللها مع الوجه، وهذا سنة، لو ما خللها صح وضوءه إذا كانت كثيفة ساترة لما وراءها. أما غسل ظاهرها فهو واجب فرض، لأنها يعني من الوجه. نعم.